بطاقات الدفع الإلكتروني الفيزا كارت تعد اليوم أحد أهم الوسائل المسهلة للتعاملات المالية عبر مختلف دول العالم، ورغم تواجد العديد منها إلا أنها لا تدعم الدول العربية، على عكس بنك بايستر الليتواني الذي لاقى رواجاً كبيراً في عدة دول على رأسها مصر، السودان والجزائر. يعتبر بنك بايستر طفرة حققت نوعا رواجا كبيرا على منذ تأسيسه إلى حوالي يرجع تأسيسه إلى حوالي 3 سنوات إلى 2 فقط، إلا أنه استقطب كتلة كبيرة من الزبائن على المستوى العالمي. هذا البنك هو عبارة عن بنك بسيط موجود فقط في ليتوانيا. ليتوانيا يعني بلد يعني صغير جدا، إلا أنه حقق طفرة كبيرة في هذا المجال. كيف ذلك؟ قدم تحفيزات كبيرة وتسهيلات لفتح حسابات بنكية بطرق بسيطة جدا عن طريق الإلكترونية فقط، يسترد فقط صورة، وكان كذلك قام بوضع تطبيق على مستوى مختلف أجهزة الهواتف النقالة لتسهيل عملية التسجيل بطرق سلسة وبسيطة جدا. شراء من أكبر المواقع التجارية في العالم، دفع الاشتراكات، حجز الفنادق واقتناء تذاكر السفر، كلها ميزات توفرها بايسترا إلى حاملي بطاقتها، مما جعلها البطاقة الأكثر ديناميكية. استخداماتها المتعددة يمكنك أن تتداول بها في الأسواق العالمية، يمكنك اقتناء مختلف الحاجيات من طرف الأسواق العالمية المعتمدة على أمازون، وحتى يمكنك التسويق، أو يمكنك كذلك ما يعرف بالبوست على مستوى اليوتيوب وعلى مستوى الفيسبوك، كلها معتمدة اعتمادا كبيرا بالرغم من سعرها وبالرغم من التحفيزات المقدمة خاصة على التحويلات البنكية من خلالها، وكذلك المشتريات يعني تأخذ عمولة بسيطة جدا لا تتعدى 1 أورو. هذا وقد وصل سعر بطاقة فيزا بنك بايسترا إلى 0.50 يورو شهريا، وفي حال طلب أكثر من بطاقة مربوطة بذات الحساب أو تجديد يلغى للمشترك الرسوم الشهرية للبطاقة الثانية.